هذاش هذيك دزتي عند مول سويرتي في الجمعة؟ ايه كانت عاملة عندنا الجمعة وانا جينا واحد الدري في السماعلة ديال السماعلة زين جيت انا واحد الدري ولد خدي على رجلينا جينا نتصور من الدوار من الدوار جينا شحال بعيد الدوار على الجمعة؟ البلاصة اللي جينا منها هنا تقريبا شي 15 كيلومتر كلها جيتو على رجليكم كلها ضربنا عليها زين تملختو اين تملخنا وين زين تاميرا وعندنا شي رويجلات جينا سيدي تندورو في السوق منا قلت لي نمشيو نتغداو كاع على خير خير نضربو واحد الدوره زرنا سيدي وحنا خرجوا لعند مول السويرتي قد قلت قلتي لي نتغداو قلت لي انا نتغداو هو قال لك تعال قال رخي قال ندورو شي شويه نديرو شي دويره في السوق واه باقي ما جعنا بين ما جعنا بين ما جعنا زيد انا خرجوا لعند باب معايطي اللي كان تيدير السويرتي سميتو باب المعطي باب المعطي اي ثم اللي تعطيه هو يشد هو يشد قال لي اش باب المعطي شحال مديتي لي واش مول الخيط ولا مول الكارطه مول الخيط مول الخيط تقول لك حط سبعه السريفه السريفه اي تقول لك حط سبعه 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 هنا وكيجر هو اي هو راه مره يجر من هذا الجي مره يجر من هذا الجي يخلي لك سبعك في الواطيه فيك يخلي لك سبعك في الواطيه في الواطيه اه تقول لك هات خليتيها هات بدل هنا حط هنا هات هذا تقول شحال مديتي لي 100 100 هي اللي تكسبوا هي اللي نكسب قلتي شحال غتربح؟ قال لي غتربحي 100 ساعات يقول لك تربحي 400 ترجع لك 400 تولي ب 400 ب 400 قلتي لصاحبك ال 200 ديالك هل 200 ديالي ديال ديالي انا نتغداو ب 100 وجيت لنا 300 وجيت لنا 300 ونمشيو رابحين من ظهر بابا معايط ما عرفتي تربحوا من ظهر من ظهر بابا معايط مديتي سبعك مديت سبع صدق وقال لي رابح من ظهري انا مديتي سبعك في البكا في البكا في الخيط زيد قال لي هات خليتيها هات خليتيها قال لي هات خليتيها قلت لي عجر لك كاين ما تجر جر خلي صبعي فوق الطبله قال لي ما عندي ما ندير لك هات ما تسرفش عليك ما تسرفش ما تسرفش لا ما تسرفش على صبعي قلنا ما تسرفتش على صبعي ما تسرفتش على صبعي تسرفت على 100 على 100 تقبست وبديت قلت لي صاحبي اسمه قال لي شوف والله قال لي واخا تبكيهم سن اش قال لك؟ قال لي واخا تبكيهم سن هذا خالك المعيطي هذا المعيطي قال لي انا مخلف القانون انا على هالشيء تصحابي قال لي عقاد وجاينا داير هالشي هنا اي واش قال لك؟ يا عند القانون قال لي جابكي ولا اقعد والله ريال لا شتي اجمعوا طوي اي وصاحبك مول الغدا؟ قلت لي احنا تغدينا قلت لي غادي ندور شتي الغدا تغدينا يلا قلت لي الكعبه جبد لها فيك شتي جبد نلحقوا للدار تحرم تحرم ما تقرب القنب وين تا باقي هاد اللي عضو الحمش تيخاف من الحبل يخاف من القنب وراه غير هاد القنب اللي داير القنب اللي دات لي 100 انت قالوا لي كدير هادشي ديال الصيده اييه كتصيد انت مبلينا بالصيده بزاف حاجه كنت نضرب انا طايره كيفاش مفرده ومصار مشاو في جهه وقلنا في جهه بصحني اي والله عساتشي بالعصا كنت انا تنضرب بوات الراس يطير كنتي نياش اي نياش ورنب رنب مالك والله بوا ما تفلت بصحني اي تنضرب على الوحش كي طاير كنتي كتمشي للغابه اين غابه انا كنت ساكن تن فين غابه هذه اللي كتبت اه خويا كنت في الغابه ديال السماعله السيالغه ديال السيالغه ديال السيالغه ولاد احمد دوار ولاد احمد كتدخل ليها ما تخاف من وحش ما تخاف لا ما نخاف حتى من شي حاجه مع النهار شي نهار خرج لك شي تعلب شي لا والو شي رن والتعلب راه تاتوني انا وتتهرب شي ديب لا والو ما كاينش عندنا لا شي والله خرج نحيبو شي خنزير شي ما كاين لا خنزير تما السبع ما كاينش لا عندنا حنا السبع تما شي قرد ابدا ديال الزرع كاع والو تقول والو الحجل والرنب الحجل والرنب ايوا زيد والعصا والعصا عندي انا صافي كاين عندك شي سلوكي ولا كانت عندها واحد الجروه سميتها؟ كنت مسميها لويزا لويزا ديال الدب ايوا ويني راها كانت ديال مخليها لياش العقل كنت تسط عليها تنسط عليها وداك الشيء اللي كنت ناكل تنعطي لها هي تاكل اش كتاكل هي دوك؟ اين كتاكل اش تاكل؟ نعطيها لذاك الشيء اللي تناكلو منه حنا اش كتاكل انت؟ تناكل الخبز تنعطيوها تنعطيها تاهي الخبز درنا بيري ديال تاهي تاهي نكبو لها اسمه ولا نعطيوها هي السمن ولا شي حاجه تاكل الحسوة الحسوة زيد كان اللبن تقليها تنديرو لها سايكوك كديرو لها سايكوك اي تاكل هي سايكوك تقليها تاكل لا ما نعطيهاش تقليها ها تقليها ماك الساعه ما كانت لا تقليها الروز لا 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 ما كانش هاك الساعه الروز كاع والو على اللبن سايكوك تشيشه تشيشه روينه زيد ننتيرقون لا كتاكل شي ديال الحرشه لا الحرشه شكون اللي طيب لها طيبها له
زيد قلت لي شي نهار عاد شفت لك مشينا نصيدو نجريو على الحجل وهي تعطش وبقات فيا انا كانت عزيزه عليا عاد زيد ولات عاتت هلا فما زيد ايوا معايا واحد الجول وحده الدر طفله بنت اختي وواحد السيد معنا تاو قلت لهم انا غنها قلت نورد الجروه من البير ما خليهاش بحالك وحال فما غادي تموت بالعطش زيد وحنا نهوقدو ذاك البير شديت هكيك وبديت نهوقد في ذاك البير ورجلي تزلق منه على البلاصه تنحط فيها رجلي وانا نهوقد وانا نهوقد انا وياه انت والجروه انا والجروه وذاك البير واسع ولي تندور عرفت انت تعرف تعوم ولا ما تعرفش منين ترى والجروه تعرف تعوم اه والله ما تد وهو بغات تعوم الكل راه يعرف يعوم وياه هذا كان الواد البير اش عنده ما يعوم البير راه مهوقد جاي يضرب الدورتين كاع على الحيط وسيبتيه ولا ما سيبتيه؟ وبقيت شاده شاده راسك عاد شاده واه ما اعتقتهاش خفت تغرق خفت يدي قال الماء هذيك تهز راسك بقيت شاده وتندور انا فاصل الماء عدوا على السروال الخنطريسي ذوك اللي كانوا اللوبلين تاع العبون عمر تاع عمر ما وليت انا تنجر فوق وقلت يجر تاع بلاش عاتقني السروال خرج لك والله كنت قطعت لي الدكه تنخلي بوث نطلع انا قنب لي فلوس السمطه الله يرحمه إلى كنت قطعت نخليه وقف البير ونطلع انا تخرجوا كواك تخرج انا كيك تخرجوا كواك شبعان دقيق وليت انا شبعان دقيق خاصني نفلت الجروه كانت عزيزه عليا ما قال لا قرصون لا تتهز ومن والله تنخليه نطلع نبلط ها العار والله العظيم وين يا سعيد السروال ديال العبون ديال العبون واعر ها واعر كانت فيه شي راميه اين راميه ترى هذيك الدكه والله بقات تتسوس لها فكيتي واخا تجيبي جاده واش الدكه هي العقده هي ذاك الحبل حزمه حزمه ها زعما وكانت بس شوفوا الشعر ما هذاك الصوف الشعر ما تتقطعش والو والله ما لا مشات تتسرفت لا بقات تتسرفت هذا قعدت ها ما هذا قعدت ما هذا لا جبتي شي منزل ولا شي موس سكتي صافي والله ما تفكي ايوا حبساتك الموعوده ايوا وخلي هذيك الشيء تقول لي دوز منين بغا واش دعيني تفرقعي لو بقات حتى تعقدت العقده وما طحتيش زعما على السريفه باش تفكي والله سيدي تدوزي معاه من الخياطه كيفاش؟ والله تدوزي فيه كل شيء دوزي مع الخياطه تبري على شي قلت تطيعي كيفاش المولود بعد كنتو خدامين في شي كنا مقصرين في عند المقازه زيد وانا مقصرين وما يطيحوا لنا الجدابه تيجدبوا دخلتوا مع السواكن اي دخلنا مع السواكن وكاين شي اربعه ولا خمسه تيجدبوا وما يطيحوا كل شيء طاح كل شيء طاح تحير كل تيجدب على قداه زيد طيبنا الماء طيبنا الماء عطيناه لشي وحدين شربوه تفشوا طاحوا بقى واحد الواحد ماشي خمسه طاحوا اربعه بقى واحد عيينا عطيناه الماء ما بغاش يشربوا وخافوا يتحرق يحرقوا ولا ما تيجيبش بصح عطيت لها علينا ايوا شطحنا تاع عينا زمرت انا زمروا على السيد بغيتو تمشيو ما طلقهم ما لا بغى يعتقل ويبقى وحدو يبقى وحدو تيطلع في وسطنا وحنا دايرين به الحن ما الحن الحن ما تحن والناس كاينين ولا ما كاينين؟ راه دايره به قبيله هو زيد حتى ما بغى شيء قلت لهم يلا شدوا له يجذب انا يجي وانا نطلع سيدي الليل تبريت على الدبوس تاع الكلخ نايض على الحد نقول لك خليت حسابو على المتر ونص تاع الطول قطعته وقريت ماشي الله تحكمة ايوا باش زيد باش يجي مع الضربة قد قد زيد انا نجي نصيبو باقي تيطلع في وسط مهي هود باقي مهجج لك مهجج لك صحابك اي ولا بغى يطيح ولا ما بغاش زيد ما بغاش يشبع انا نقول نديرو التيساع ديرو يا التيساع عليه نشوف انت مدرقة وراك انا مدرقة وراك موجودة معاه خليقة اي خليقة وي زيد حتى ملي ما تشفيق العيط راه سبحان الله زيد بريت على الحبس الراس زيد داروا لي الفجوه وانا نهز بيديا بجوجات كيف هو بالك يجذب هو بارك يطلع ويهوقد هو بحال اللي يسقي ايوا زيد قال داروا خويا مع وسط الراس وانا نهوقد عليه ما جيتي معاه لا قطع على جنبه ولا واش هوقد بحال الكاميولا حيدتو له الكريك هاو ايه تدار كيف قال يا عيب الله عليك الموزه قتلتيني قلت لي جذب لا بغا يجذبي لا هلي تيجذب تيدوي قال لي ما بقى يجي الله يعاوننا ما تمشى اي والله ما عاودها بالله فكيتيهم صافي انا نفكهم هو بغى يبقى شادكم ترسل اي ناس انا نفركت الرمان قلت لهم ها الدواء هجتوا لي قلت لهم ها الدواء تاع هجتوا لي الدواء هي الكلخه هي كلختي اي كلخه والله لا عمرو ولا قلب والله لا جمعتوا جبت سبعه وضع السواكن ديال بصح اي ناس سواكن ديال بصح السواكن ديال ودني حركتي من اللي جرى معاهم ولا يبو عزابين لي
كيفاش مولاي معزبان؟ ايوا عرفت هذاك الدبوس راه يبيجي له تاسيد محمد الشرقي. هذيك فاتت زين متاسيد على الخطا. حنا نجيو هنا الواتزام دينا سيدي وعجوجات وصيرنا في ريالات، دينا العشاء دينا الشيخات شيخات، مشينا له على المحل خدامين خدامين لا مقصرين بيناتنا زين. وعلمت الناس قولك شي 30 واحد جمعنا في البيت، وعرفت العروبيه دوك الناس مستفين مع البيت الطاهرين زين. تنقصروا سيدي منا طاب العشاق تعشينا قصرنا لحقنا الفرضه تاع السياره. شنو هي السياره؟ السياره داكشي اللي صيرنا على الماكله وحده كل واحد زعما شحال شحال غادي تجي لواحد. حسبنا حتى جات مع 5 دريال لوحده الساعه. شحال؟ شي 5 دريال. راكم مسيرين مسيرين بزاف زيد. كان السكر خيس تاك الساعه، السكر راه السكر الساعه راه معناتها 74 ريال ولا ما زيد 5 دريال لواحد زيد 5 دريال لواحد. حسبنا شحال من واحد جات 5 دريال. وانا نجي لعند الطرفاني قلت لي اخويا واحد 5 دريال حك حتى حك جنبو كيفكم عاد كان فيه القمل ولا البرغو. قال لي يا خو ما عندي والو ولا جاي. وقلت انا ما في راسي حتى حاجه سمعت طبقي بور انا جيت حيت على هذاك. وانا ندوز لعند اللي حداه خويا 5 دريال قلت انا زيدني عليه رانا ما كان في راسي حتى حاجه عجاي عجاي ملاوط عم قصرين ها زيد. دوز لعند الاخر دوز لعند الاخر حتى كملتهم كاملين ما كانش اللي بغى يعطيني ريال. انا خازن واحد مسيقه تحت واحد العصا عند ربعات القرون. انا نقول له على واحد سير جيب لي العصا. شا جاب لي خويا العصا وانا نجي لعند له قول لي بديت منه خويا اش قلت لك قبيله قال لي هذا اللي قلت لك راه هي اللي كاينه. هاو نتسلى خويا من ديك العصا وخاوكت عليها الكار الفاط انا ملي ضربتو كاين اللي ولا تيجيب لي تقول لي انا جابني 5 هاك تاع 10 خوف العصا راه جابني انا جايب جامع العصا عجر ريتها مع خويا والاخرين ولا تيجيو لعدي روسهم والله لا جريتها مع القرن الرن قال لي انا مزوق لها عاودتني وحده اخرى صيفتني من الاخر هكا 10 حتى كاع طلبتي تاع 5 نعطيك انا 10 او ما بقى 5 قلت لي ما نفوش القانون نشدها 5 تاعي. دوك اخرين اللي بعاد من لي ولا تيجيو روسهم جريتها مع خويا من سبيب لسبيب فاط قال لي ازكا هاك تاع 10 قلت والله ما نفوت 5 تاوعي انا ما ناكلش عرق عباد زدتي الاخر وانا والاخر جابه من راسه والله لا ولا تيجي لعدي حر العصا يا سيدي اي والله نادم كاموني اي نادم كاموني لما تحكش ما يعطيش الريح خير. ولكن اش درتي لي الضربه كي قلتي لي قلت لك جريتها مع من سبيب لسبيب فاط. سي محمد كيفاش القضيه ديال هذاك الفقيه اللي ما بقاش من والو؟ هو ماشي فقيه ما قاريش كاع كاع هو دابا مسكين مات بواه وخلاه بلا حرفه ما تعلم حتى حرفه. هذه فيها القصه ديال تبعت حرفه بوك لا غير بوك زيد. وداروا فيه الناس قالوا يتبع حرفه بوك راه كان كيسبب الناس كان تيقري كان ما تعلمتي حتى حاجه. قال هو غادي يمشي لشي بلاصه ما معروفش فيها مشى لواحد القبيله بعيده بزاف ما معروفش هادشي في واحد الزمان. وقال اودي انا نفقيه وين شرط بلا شتي جامع هو يشد واحد السيد جمع عليه جماعه داوه لواحد الجامع عطاوه السكنه عطاوه فين يرتاح. قالوا ليه غنجيبوك شي دراري. قال لهم لا ودابا خاصو مسكين منين يخرج راه ما عارف والو. اش قال لهم؟ قال لهم اودي لا انا تنقري الحيوان. انا كنقري على الحيوان لا كاين شي برك شي بيبي شي دجاج قوانع رامه يقري هو كلشي قال حيوان يقري الكلاب يقري الدجاج بيبي بقر ماعز زي تتفكروا ما واحد جمل عند واحد الحاكم الحاجه اللي فيها السم اللي ما كيقربش ما يقربش هو السم زي تفكروا ما ذاك جمل عند الحاكم. قالوا الحاكم عنده جمل عزيز عليه وهو غادي يتهلا فيه وغادي يقبلو حتى حنا راه غادي يكون عندنا نصيب زيد. هما يديو عند داك الحاكم قالوا له ودي هذا راه تلاقينا به تيقري الحيوانات. قال لي او انت كتقري الحيوان؟ قال له كلشي نقريه الماعز الغنم البقر كلشي نقريه انا.
ما نقريش على البشر. قال لي هذه لغه. وقال لي لا عطيناك واحد جمل قريه. قال له نقريه. قال لي ماذا ديو لديك الفيرما داو شي فيرما بعيده وحطوه تماك كيعطيوه الصير ديالو. هو كيضل سارح جمل وهذا كيدقدق حداه ما عرفاش كيقول هو اش يدير من نص راسو. ذاك النهار الحاكم قال اودي غنمشي نشوف ذاك الجمل كي ولا قراش ولا ما قراش. نهاري باش غيصبح الحاكم تم صباح الجمل ميت. رحمة سيدي ربي. الله بغى يفكو. تهنى منه. الحق عليه يا سيدي. الناس قالوا لي هذاك الجمل قال امراه. يا شتو ناس قال لي مولا راه مات. مالو؟ اودي قال لك عبتو بك ما وانا قويت عليه. قويت عليه بالعلم. قال قويت عليه باللغة بزاف ما صاب من تخرج لي بقى يداك مسكين تتفرقع. انتما اللي طلعتو ما شتو تخنق ما صاب من تخرج لي الهضرة. كثرت عليه القراية. شافت عيا الحاكم. تزفت قراية مسيك. والله يحسن العوان. زيد؟ شافت عيا الحاكم قال لي مودي هذا وغادي إلا بقى يقري الحيوانات غيموتوا بزاف. قال لي مغديوه تهليه وخليوها بركة عندنا. صافي. هو تبع حرفت بوه. لحظة يغلبوه. راه خليته باقي يقرا دابا لحد الآن. الله يرضي عليك. الله يا ودي. ديديش جملك تتتم. الله يا الله يا ودني الله. الله يا ودني الله. الله يا ودني اليمنى كاع ما شتا اليسرى. المولودي هذيك ديال المعزة المسخوطة. ديال قال لك السيد واحد المعزة ناض مولاها داها للسوق شدها تيبيع فيها. عاد جا واحد السيد قال لي شحال المعزة؟ قال لي قول اخويا باقي ما عطانا حد. بقات تقاد نقول وياه شراها من عدو. قال له يعني حاجة ما نتخالفش وتنعلمك. قال له شنو اللي كاين؟ قال له المعزة راه مسخوطة. كيفاش المعزة مسخوطة؟ قال لي راه مسخوطة بغا يديها يديها بغا يطرى لك شي حاجة. قال لي المهم قال له ما بغاش ما ايوا قال له راه مسخوطة راه. قال لي ودي عابي حاجة انا مسخوط كثر منها. انا مسخوط كثر منها؟ كثر منها. زيد؟ تبايعوا قاو يجيو تشراو تخالص اسيدي دا ديك المعزة. اسكاع منا انا بو نوارة كاع. انا قال لي كمل كاع. اتباعوا قاو يجيو تشراو دا. تلقى مع واحد 20 بهيمة طلعت الحولي يعلف فيها بغا يبيعها يخليها للعيد. هي هذيك اسيدي دا ديك الحولي مشى داه لواحد النادر. تياكل داك الحولي في التبن. وداك النادر يتحش فوق داك الحولي وقوي. سيب النادر ديال التبن قتل كلشي. كلشي. كلشي تسلط. كلشي مشى. زيد. اسيدي الراجل نار. قاتل على المعزة. قاتل على المعزة. المعزة مباركة مسعودة. ايوا من قوارثة. انا هذا سيدي الراجل ما عرفش مشى للسوق. بقات المرأة هي والدراري. المرأة هي ما شكون عيط عليها تغدى ولا داك الشيء قعدوا الدراري بجوج. الدري الكبير قال صايرت على نوريك الوالد كيفاش غادي يدير المعزة. المعزة نهار العيد. نهار بغا يعيدوا عليها. يذبحها للعيد. اتكاه ويجيب واحد الجنويه نايضه ويدوز عليه قتلو. نايضه زعما ماضيه. ماضيه بزاف انت خلينا باش يذبحوا بها المعزه للعيد. اذبحوه. اذبحوه. المعزه مباركه مسعوده. اي اي او لا جا مباركه مسعوده انا فوق مباركه مسعوده. زيد. اجات المراه صاب الدري ذبحوه. وليدي هذا مالو؟ قال لا انا جيت بغي نقول لي غادي يدير الوالد المعزه راه دوزت عليه بالجنويه. ايوا المراه ما صابرت شي مشات زعما بغات عاد خلع الدري الاخر هزت واحد اللوتود ويا ضرب الدري تا هو الوسط الراس ويا الملغيغه الملغيغه طيحتو حدا خوه جابته بغات عاد تهيب عليه هي زعما بغات عاد خلعو زعما على خوه من اللي يذبحو وشوف هاد المعزه مسكينه شحال مباركه مسعوده ويلي عباركه مسعوده زيد ايوا قعد على دروسهم عاد جا الراجل من السوق والمراه شنو قالت ايوا قالت لي الشديده هو هذاك راه الدري ذبح خور انا جيت انا بغيت نهيب عليه نهيب عليه زعما نخلعو ولا ثمور خرجت مني شفتي الوتد انا ضربتو بهذاك الوتد راه جات معاه قد قد راه مات ايوا تا هو ما صبرش مسكين هو يبري على الرزامه كانت عندهم هو يجيبها هو يدور هو الرزامه بحال المطرقه اين مطرقه راه هي المطرقه ديال العود فين تبان شي ديال الخزينك اي ديك تدقوا بها الوتاد تقول حنا الرزامه دقوا هو يغوت على المراه هو يضربها هي هي تجي حداها ما غطى تسلطت حدا خوت حدا ولادها جات كومة ايوا قلت بدات يبلاني جاو الناس داو هذوك دفنوهم الدراري مع المرا بقى هو والباركة مسعودة بقى هو والمعزة ديك الباركة مسعودة ديك الباركة مسعودة مسكينة زيد تايبلاني انا ندي نبيعها ما غاديش تبرد لي الغدي ديال الناس اللي ماتوا هادي ما يفك بيني وبين عشي بير اللي غنكون شي بير غارق شي بير غارق الجسد ما يبقاش العصر تاع حيبان ايه تا هو تخرج في البحر منين بحر وهذاك البير اللي حبرو مولاه إيه؟ قال لك ما طلعش
هاو وي هو بارك مسعود هو بارك مسعود قاعد البير وقيل بارك مسعود هو بارك مسعود دابا هذاك اللي كان تحفر فيه كان بكري كانوا ما كان لا سوندا لا والو والو على دوك الحفار المعلمي صافي بقى تحفر تخرج معك فيه شي واد ويدي الله تلبير تلبير تقوم لا تا هو بارك تا عيط على المعزه هذيك البارك صافي دا المعزه تا هو تا هي تبع مشات دات البير زيد يا هو هزا زيد هو غادي يديروا على الجلابيه يعدوا على القب ما يفناش صحيح وقف سيدي على الفم ديال البير حرش تحرش وقيلو حب جد هزا 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 قال هادي تابعوا الرزايات وقف هاد البير يديها البير مع هذيك الهزه اللي هزا وحل القب في القرون بغا يهود لح ابغى يلوحها وهي تجرو وهو يتبعها هود هو وياها لهذاك البير يشوف البير بجوج ام باركه مسعوده هاد المعزه هي عباركه مسعوده اجي يقول لي الميلودي هذيك المعزه ما كون بقات حيه تشريها انت لا يشريها انا شغايه تخرج عليا تانا وتشوف كي دير لك تتا والله تتقمطني بحال والو مشيت انا كورانا لهي وكورانا تانا تبعت مول القرو تحرم ما تشري شي معزه والله ما نبقى نشريها دوك انا على دنياك المصيبه اللي دارت هذاك والله لا تبعدني شي معزه خا يقول لي واحد هديها هاو وانت فين وشريها بلا قرون باش تلا بغيتي تلوحها وحده ما تشد لها في قبل والو لا قال لك سيدي المعزه الحاجه اللي بلا قرون ما دايزاش في النحيره ها ايه حاولي لك ولا بغيتي داك الشيء علاش نحراتو هذا هي تنحرو هو دافيك البير في شعله لا طول عمره لا طول عمره ما تلابين داو فرسوا على الطيور حرم ما يشري المعزه تكون باركه مسعوده تكون باركه مسعوده وتابعها خزيز الوليد اسمك الله المختار المختار بن من بن بو عزة بن بو عزة بن من بن عبد القادر بن عبد القادر بن من ما عرفتش تما وقفتي اش من دوار توما ولاد شميشة ولاد شميشة واخا شكون قرانك الولي قال له بقات واحد 12 خلق 12 اللي بقات اللي بقات بيك انت ولا كاينين 12 لا غيري غيري شنو ما جيران ولاد شميشة شكون اللي من رواشد زيد اللي يسر ولاد دحوق زيد غروب الحلاليف عبد القادر كيفاش القضيه ديال النهار كانت الحرنه وانتم صايمين كان الشرقي الشوم وبلادهم صايم مشينا للسوق والبرد يجي حامي طيب طيب واحد السيد جارنا عنده داير خضره داير البطيخ عنده البحيره وشاطف لي هذيك الخضره السوق حامي بزاف ما باع ما شرى ركبنا في البيكوب وكان طريق بيس تاع الغبراق ولقينا البرد حامي تخنقتو تخنقنا والسيد يفتح البطيخه والبطيخه تعطي الريحه ملي كيعرفنا شمينا الريحه تيقول لنا اش الصهد اش الصهد هو راه كاي ياكل بصحنيت بصحني على عبد على عبد وين البطيخه فضحاته بالريحه البطيخه علاش كيقولوا الرما مادام قومان خارطه رمضان تماما مبين المعنى زيد هي هذيك جينا لحقنا لواحد البوسط انا وتمحلنا بزاف وفطروا الناس وتاخذ الشوم لا ما فطرت والو 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 شنو الوقت هذا الشيء وهذا راه في 80 هادشي 83 ولا لا اش من وقت ديال النهار راه ما فطرتش خلاص هما كانت ديك الجوج ولا ثلاثه ولا زيد هاك انا نروح الواد مع الربعه سطوح القلده وتخشيت في القلده بقى يبان على الراس من الربعه وانا في القلده وكان ركب في الفقرون فقرون كيعضني وانا ركب في الفقرون حتى وزن الوزه اربعه السوايع كلهم ذوقوا السم في وسط الماء باش ما نفطرش وما فطرت قلت لي بقيتي حتى العشاء قال لا بقيت حتى الاذان تاع المغرب حتى وزن الوزه عاد واحد السيد عوت عليا عاود شربت الماء من هذاك الواد وذاك الماء ضرني رديتو وعاد طلعت وعاد فطرت هذه دايزه في راسي العذاب صحيح العذاب ما كاينش بحال شكون اللي كيتمحن مع عبد القادر في الصيام؟ كيتمحنوا الناس اللي عندهم تعب الخدمه شكون هادو؟ اللي كيتعبوا بحال الفلاحه وبحال البياع وشرايا كيبعد من محلو ملي كيبعد من محلو ما كيبقى ليه ما يدير والو وكيحصل فيه ذو السلعه ولا حاجه خاصو يتعاقر معاه باش يلحقها كيعود عنده تعب والفلاحه اللي كيهجروه حصاده يعني ضروري يخرطوا رمضان كيصوم غير 1% وصافي ولكن كانوا الناس ما يشدوش الحصادين اللي ما كانوش فاطرين ايوا ولكن راه كاين اللي ما تيبغيش يفطر كاين اللي ما تيبغيش يفطر ولكن اللي كيخاف الله ما يفطرش ولكن كيتمحن واللي فطروا رمضان
معروفين واللي ما يفطروش معروفين. كيفاش القضيه ديال هذاك اللي بغى يعرف شنو النفار؟ عمره ما عرف النفار. اي هذاك واحد السيد مشى عند واحد عمو في المدينه وكيسمع هو النفار، ما كيعرفش هو النفار شنو هو، واش هو شنو بشر واش ما عرفش هو قاعد هذا النفار كسمع النفار ما قد يسولهم. قال حشم قال ودي الليله نعرف النفار الليله نشوفه الليله نعرفه. بات كاع الليل يخمم واقف النفار، جاء النفار مع السروات طيط دق الباب وزاد خليه جواق تبعوا للزنقه باش يعرف النفار شنو هو. هنا يسيب النفار، هنا يسيب النفار، بغى يولي للدار تلفها خرج عليه النفار، بقى يمشي ويجي مع الزنقه، يمشي ويجي مع الزنقه، تا ولد الوزن مشى الجامع صلق وبقى بارك في الجامع حتى طلع النهار عاد بري على دار عمه. بصح عليك ما هو بسحور، لا هو بسحور لا هو بالنفار، تا بالنفار ما بيشدوش. كيفاش هذاك اللي كان الغيام عاد ودن؟ هذا كان الغيم ورمضان وجا الغيم ما فيهش شيء، الحال قرب والظلام الظلمه، هو كيوز ديما مؤذين هو عدو. حنا درت عثمان وتعلق فوق منه الله اكبر، عاود وهي تفرق الشمس حيدت الغيمه، هو يولي فوق النادر وكيقول غلط 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 والعطار غلط غلط. كيفاش هذاك اللي ما فراسوش نهار العيد ديال رمضان؟ هذاك واحد خيي كان كيسرح عند شي ناس لهاد النواحي هي هنا، وهو كان كيكشي لا اذاعه لا راديوات لا من يعطي الخبار، بقيه واحد بالدوار بعيد، لجات عليه رساله خاصهم يضربوا عليه 10 كيلومتر 15 كيلومتر الدوار، بقيه يقرا المدني يفطروا وهادو يبقاو بلاش. اييه كان اللي كيفطر عليها يومين عادي يلحقوا العيد خبار العيد، تجيو الناس اخرين يجوا يصوبهم بسبب الله يباركهم في العيد كيصوبهم باقي صايمين. ورا يا سيدي هذاك السيد سارح ذاك البقر في واحد العزيب كيجيبوا لي على المونه، هما كيجيبوا لي المونه في النهار باش يتسحر، ما كيسحبوه صايم، هو ما جايب خبر وما عارف لا رمضان ولا خوه، ما جايب حتى حاجه خبر. هذاك النهار العيد جابوا لي خبز مبدل مسمان وحلوى ولا شداك حلقوا معاه، حلقوا معاه غير تما شاش اليوم مبدل. اشنو هذا؟ قالوا راه اليوم العيد، قالوا من عيد هذا؟ قال رمضان. والله ودي قال ما علمونا نصوموا نهار ويومين مالكم تعديتوا علمونا علمونا قال ما نصوموا نهار ويومين مالكم تعديتوا علينا، ما هو لا تعدى على الخبز كملوا. قبيله سي محمد قلت لي الصيام فيه ثلاثه، حقاني ورباني ورعواني. اي تمام. الحقاني شنو؟ هو اللي حق عليه رمضان، راه صايم وصافي، لا صلاه لا عباده لا والو، صايم كذاب صافي 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 على الجوع ولا طش، حق عليه وصافي صافي حق على الناس هما يقمطوا. تمام خايف من الناس صافي صافي. والرباني كيصوم لي وجه الله الكريم طاعة لله، وكان صيام الرعواني. أما هو الرعواني هو اللي كياكل ديال الناس، إذا صايم وسرق ديال الناس يفطر به، هذا صيام الرعواني. صيام الرعواني هذاك هو صيام الرعواني. سي محمد باش كنتو تعرفوا المغرب وقت رمضان؟ دابا كانوا بكري ما كانش راديوات، ما كانش الإذاعات، ما كانش السوايع، ما والو، هذه بواحد الزمان قديم. كاين شي حوايج عقلنا عليها، كاين شي حوايج ما كنسمعو ما يعاودو عليها. كيدخلو الخيمة، كانوا الخيام تيسيبو دبان جوق على داك الحمار من الوسط، دار كبا كيقول سافر المغرب، هاديك هو المكانة. كيدخلو الناس يبداو يفطرو كتبان الشمس، كيكون الحال تاع غابية، كيكون الغيم. كيدخلو يفطرو كتبان الشمس، اش كدير اش كدير، كيقول صافي فطرنا دابا تابا نعاودوه، هما ما يعاودوه ما والو والو ما والو، يعاودوا عليه سايبوك ورمضان راه حنش عجاج. اش كيقول لهم؟ ورمضان راه حنش راه عجاج عجاج حنش صافي. تقول رمضان بحال حنش راه عجاج. اسمع كبير شويه لا كبير تكبر من هذا؟ كبار منه. علاش عاقل انت بكري؟ عقل تاع البحر ملي كانوا يحفروا فيه. بصح نيت ويلي باقي الماء كاع مكحيل. انا كذبت عليك اللي عطيني عام تاع الخبز. الله يعطيك عام تاع الخبز. وانا تانا رانا عاقل. ولا تعقل بزاف. سمع مني كانت بالسقف أيام قبل ما يطير يشراو لها الباش ملي. الله يكرمك الله يكرمك. كيفاش قلتي لي هذوك اللي بغاو يتعلموا الغيوان؟ هذو واحد الناس واحد القبيله ما عندهمش الغيوان، ما كيعرفينوش اشنو وما فاهمينش، ما فاهمينوش اشنو كاع هما زيد. كيسموا حس الغيوان. ناض واحد المقدم تاعهم هو العريف، قال لهم هذا الغيوان غنقلب عليه ونشري به باش ما كان ولا بدا نجيبه.
جاء كي يضرب طربان على رجليه من بلاصه لبلاصه. واش هما رما ولا شنو؟ هما بغا يتعلموا الغيوان زي باش يعودوا رما منهم زي. كان حق ديك النواحي ديال العلوه النواحي ديال بن احمد زي. صاب واحد السيد تما خيا سولوه قالوا الله يرحم الوالدين ما تورينيش الغيوان فين كيتباع. قالوا عندي انا نيت انا اللي كنبيعو. اييه ردوا بات عدو ويعمر لي واحد جلد بن حق الجلد اه عمرو له بن حق زي. وقال له تعال على الغيوان صوب لي مزود ديال النحل. اه دار له تمام تخلص مع الدو. قال له حط ودنك عليه وسمع كيقلقب وجه النحل كيزنزن قال له سمع الغيوان سمع سمع ودي تصمت القنبة انا بيع لك. قال له سلعه مليحه. قال له ما تحليش في الطريق ما والو تا توصل خشي راسك وحزموا عليك باش تستفد باش تدخل النغمه ديال الغيوان. الغيوان الراس زيد قد ما تسترتي قد ما مزيان. اه زيد مشى هو رجع صاب ديك القبيله مجدين دايرين بحسابه دايرين القيطون بانيين مجموعين كيتسناو في الغيوان يجيو كيتسناو في باهم علال. زيد تاجا باهم علال جي الغيوان قال لي مشدو قال مرحبا شرط غنشرط عليكم. قالوا لي مرحبا. قال لهم كيف درت ديرو باش تعلموا كل شيء ما بقاش انا نعلم بالواحد. ايوا خشى راسو في داك الجلد هذاك تا هو باغي في الخدمه شرف عليه من البلاصه انحل ولا يضرب على الودنين زي العينين البناغر الغيوان بداو خدامين. ايه اش ولا هو كيقول واه ناري راه كيقتل واه ناري راه كيقتل تا هما كيقولوها واه ناري كيقرص واه ناري كيقرص تا هما كيقولوها واه ناري عيب الله كيلدغ فيا واه ناري كيبزل ساروا عليه تا وجهو تنفخ. شتي شرح هو الله تما غتسقل انا ونروح مشات عبد الله زيد تا هما شرحوا كيتسناو تاي نوض لي انا هو قال لهم غنعطيكم التعليمات. تصابوا الراجل غاب بزاف جا واحد يتفرج صاب الناس كاع ناعسين ما عرفاش واقع بدا يغوت قلبوا له بو علال صابوا بو علال مات حيدوا عليه صابوا نحن الناس معاهم كلها فين صد. قالوا لهم تعالوا اودي راه بو علال مات كيعيط على ولدو ها احمد ها احمد قالوا نعم واش متي تا ولا بو علال ولا هو كيعيط عليه وشكون اللي مات. قالوا واش متي تا ولا بو علال والله علمت هو راه قالوا نعم هذاك وقيلة تا لا دغك النحل وشكون اللي يعرف لان لا دغني صغير. اه فايت مشى نشطك اه مشى نشطي وراك منات استحنيت كنهضر معاك نفعك الدخان. لا كاين لا دخان لا والو انا فاني عجل دخلت واحد الجلده ديال الماء صافي البت يا صعيب انت كتلعب ولا مالك واخا كيفاش الوالده ديك القضيه ديال ديك الشجره ولات قابيه على الشفاره ما بقاوش يخونوا ما بقاتش شي حاجه تخون من هذاك الدوار اللي شفر تبشر عليه كتبين فيه العلامه كتبين فيه العلامه كيعيقوا به كيعيقوا به راه فلان اللي داك الحاج الفلانيه زيد كيفاش كدير هي توقف العباد الله في الليل ولا في الليل في الليل كتوقف في المنام في المنام حاجتك راه دالك فلان هو اللي خونا لك زيد داعت الخوار داعت ولات هي اللي كتحكم في الشفاره زيد عاد قالت لهم كي قلت لك وكيفاش القضيه ديال وكيفاش نهار السيد اللي تخونت لي البقره جاب لها ذوك المقضيات اللي كيجيبوا لها جاب الحنه زيد جاب التمر زيد جاب الحليب زيد جاب السكر زيد جاب الخبز حطهم على الدواز ما جابوش على الدواز ما جابوش زيد حطهم في هذيك الحويطه داير بها على الحجر لا بني لا قبه لا غاده لا جايه والو ونوبي لي على بقرتي حط لك شي وشا زيد جا شي سارح ولا شنو كلا ديك البركه اكرم داك الشيء يسحبوها هي اللي كلات باش نعم عليه سيدي ربي ايه يسحبوها هي اللي كتاكل داك الشيء في بال المراه هي اللي كتاكل هذا مساكن الناس قلالين عرف قلالين عرف زيد في الليل جا ليها الشفار زيد جمع الفاس والبالة والشاقور قال لها لا بغيتي تقولي قال لك بهذا الفاس ها الفاس ها البالة ونقطعك بهذا الشاقور الغد جاوها الناس بقرتنا ما قلتي شايلين عليها شك في الليل مخطر ما وقفتي علينا في منام ما والو قالت لي ما ودي اخير الهدره غاب الحق وغابوا ناسه غاب الحق وغابوا ناسه وليد البقره جاني البارح بشاقوره بفاسه
كيفاش قلتي لي عبد القادر انسى الهم ينساك؟ اي هذه انسى الهم ينساك. كان واحد الواحد عا كيجمع كان بكري على اللويز. اي هو من الذي يرى المهم حلفتو كيجمع اللويز وداك الشيء كيتمنى لازم عنده فين يخزن. كيخزن في واحد الشنه. الشنه هي ديك الشكوى القديمه اللي كيكونوا مخضوب فيها كيلوحوها ديال الجلد كنعجل. كيجيب اللويز يختي فيها ما تيعلمش عليها ما يلمحها. المراه ما عارفها شاي هذيك تيقولوا لها الشنه زعما مطروشه. هو من اليوم غدا اليوم عمره هو لويز. هو عا كيجي المحل كيسرع عينه معها هي اللي هي مطروشه عبر خالفه. دازو على العطار من عنده الشنه البيع من عنده هذه البيع من عنده هذه البيع. خرجتها المراه. اجتها المراه قالت هذه عا مطروشه خرجتها له شاف فيها داك الشيء اللي طلبتها عطيها ليها. جا الراجل عاد دخل الخيمه سرع عينه وقال لها هي فين هذيك السنه اللي كانت طرا فينا؟ انت اش بغيت لي؟ قالت لي زعما راه دازو واحد العطار انا تواصلت مع ربيع تالي عطاني قده وقده. عندو ولدو اسمو حسين ما قال لي حاجه. هو داز عقلو الدري كاي صوت على البراد. قالت له مالك؟ قالوا ولدو مالك يا ولدي؟ قالوا صوت حسين صوت ونسى الهم ينساك. مالا تفكرتيه داك مغلاك يا شنة على من بعك ومن رخصك على من شراك. انسى الهم ينساك ومالا تفكرتيه داك ومالا تفكرتيه داك مغلاك يا شنة على من بعك ومن رخصك على من شراك. هو حماق في سيكون ويسيح في الارض بشق سطع سطعه بشق زيد. ذاك الراجل الاخر راك عطار باش ترجع لبلادو وتغناق بهذاك الويز ولا واهلي. هو كيدوع في الكواكن اليوتي يدور يقول فيها الكلمة عاهية. هو يلحق لك البلاد هو يدوز على عطار هو يسمع عارفه هو تيقول هالكلمة تيقول الشنة تيقول هو عرف هذا هو مولا. هو قال لي مرحبا بك عدي. هو يقول لمراته خبزي واحد الخبزة وديري فيها اللويز وطيبيها وعطيها لها السيل يشد بها الطريق بغى يرد ليه شوية باش يرد له عقله. عطاته هذيك الخبزة قال له الخبزة شد بها طريق وما تاكلها تبعد من هنا سير قربت لبلادك حار الله بيننا وبينك. هاي زي ايوا هي هذيك بقاتها قطع عليه الجوع قال فتح الخبزة صاب فيها اللويز ورجع لبلاده. هذاك اللويز عمر به وشات قصة صافي. هاي ربي ما كيضيعش. لا اله الا الله. صوت يا حسين صوت. صوت يا حسين صوت. انسى الهم ينساك. ونسى الهم ينساك. أما لا تفكرتيه داك. أما لا تفكرتيه داك. مغلاك يا شنة على من بعك. مغلاك يا شنة على من بعك. ومن رخصك على من شراك. ومن رخصك على من شراك. السي المختار قلتي لي الجواد هما وتاد الأرض. وتاد الأرض. كيفاش؟ النهار ما يبقاوش الجواد الأرض تعود تزعزع ما تبغيش تهنا. الجواد ما يبقاوش. ودوكا فيها الجواد ما تخافش من الأرض. فيما ولا صلي فيما ولا كول. دابا باش نعرفوا الجواد وباش نعرفوا الرعاوين. ها؟ الرعاوين باش نعرفوهم والجواد باش نعرفوهم. كانوا دوار في حكام سيدنا محمد عليه السلام. زيد؟ الجواد كانوا دوار. الرعاوين كانوا دوار. هذاك الشاعر سميناه بودريس. كان كيمشي كينوضوا الجواد كيمشيوا للنبي عليه السلام. كيقولوا يا ودي بغينا نقصروا مع احبابنا ومع خوتنا ومع اولادنا نولينا على بودريس يجينا وراحنا نحنوا عليه ونكرموه ونكرموه. زيد كيمشي النبي لولاد بودريس يقول لهم باكم هاشي بركه ها هي وراه غادي نبيه الجواد وراه تعرفوه عندي لا جات فيه شي حاجه تعرفوه عندي. كيقول لي ما عندنا ما نقول لهم اللي غادي هذا الجواد. كيقصر معاهم كيقصر معاهم كيتهلاو فيه كيتهلاو فيه كل ليله يبات في محال معزوز مكروم ما كاين لا مناقشه لا غوث. زيد الدنيا هانيه. نادو الرعاوين. الرعاوين كيقشعوا في الساحه وحنا ما نتفرجوش. كيشوفوا واش طاري ويقولوا تحنا وتحنا حنا خاصنا نتفرجوا. زيد خايفين من الجواد لا لحقوا عندهم يصوتوهم. ويتقدم الرعواني المخير في هذوك الرعاوين زاد عند الجواد. وكيفاش توما جواد وما تحنوش عينا؟ عطيونا ها ليله عطيونا ها ليله يقصر معنا ها ليله نقصو حنا ولياتنا بودريس. يا ودي رحنا عاطين عليه مضامنه للنبي
راه لا تغير بحال غيرنا النبي زيد. ديو ديو واحد الليله داو سيروا تشوفوا مع بعضياتكم قاد دروسكم وواحد الليله وجيو مرحبا وجيو مرحبا زيد. تجيب الضو تجيب العواد تجيب السكر تجيب تاي تا 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 صافي صافي. أمشوا الخيماتهم أمشوا مشاو هذاك المخير فيهم جاب بودريس جابوا دخلوا سارع العمال بدأت تجي الماكلة. جا ذاك المعلم اللي كان مقابل ذوك الناس تجدي الضو إيه تجدي الخبز إيه تجدي ذيك لا ما جتش وعلاش ما بغيش نجيبه جيب ما تجيب شدوه لا يصوتوا فيه رعاوين على رعاوين داو الدمدار نوضوا الغو شي كيضرب شي شي كيطيح شي شي كيفوك شي جابوا دريش كيفوك ضربوه طاح ضربوه قتلوه قتلوه رعواني عا كيديرها كيبرد كيندم في الساعة ما كيبقاش هايش حيت رعواني اي ندمنا تدرنا طلع النهار مشى هذاك مشاو كاملين عند الجواد اللي كتاب كتاب سمعوا لينا سمعوا لينا ابو دريس مات الله هاودي الله هاودي اش غنقولوا للنبي لا ما ندير معاكم تطريق غرب الليل راح له الرعاوي كل المخير تاع الرعاوي خطب عليهم قال لهم كل خيمة رعواني تحط مع خيمة جيد تطلب عارو جيد ما كيدوش شي عارو لا تحرم به شي واحد يفكو ولا بدا يسمحوا لا بدا صبحوا قش لي الخيام حدا خيام الجواد هما يتخلطوا جواد ورعاوين اليوم من هذا تخلطت من ثم جواد ورعاوين تخلطت من كرع كلب مشى النبي عليه السلام لولاد بودريس باكم مات ايوا وحنا فاش نعيشوا قالوا ما وليدي بغيتوا الدياق غادي فرضوا الجواد بغيتوا شي بركه تعيشوا فيها تتموتوا كاينه داروا في بعضيات مولاد بودريس قالوا ودي بغينا على البركة النبي هز طابقوها الليمن نتمنوا زغبات قال نتهلاو في هاد البركة وتبعوا حسيت الجواد راه ما يخسر لكم تا واحد بعيدة رما فيهم دعوة ابعدوا تخاصموا بيناتهم وما لنا احنا وما لنا احنا قال سيدي نبيعوا البركة عند بقاع احنا نحيدوها دازوا عند الحانوت تاع اليهودي قالوا نبيعوك شي بركة عطاينا محمد عليه السلام الله عليه وسلم الله عليه وسلم زي حط ذوك الزغبات في كفة وحط راس ماله في كفة وما طلعت شاي وما طلعوش ذوك الزغبات بركة سيدنا محمد ما بغاش يدخل عند اليهود زي قالوا ضيعتينا راينا حاجتنا نديوا دازوا على العطار استاذ ديرو ودي شي بركة هكان 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 وعارو وانت ايش عندك صافي الحانوت ديالك عيان ما في شيء وانت اليهودي وما دامش حط ذوك الزغيبات في كفة حط العطار ذوك الكويقات ديالو وذيك سميج هذاك شي مسماري قد 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 براك عبيدات الرماو والشيخات وذاك شي دا العطار الزوفرية والزوفري وخا يصوروا اللي يصوروا يدوزوا رحبة العطرية كل شي خسروه يقمطهم العطار هذه حنة هذه بخور هذه زهر وما بقات البركة ديال عبيدات الرماو وخا يشدوا قد هكا فلوس ما كاين حتى حاجة صلى الله عليه قد ما فاح العطار كيفاش قلت لي الرماش قالوا كيقولوا عبيدات الرماو متى يبغيو بداو تيقولوا الرماو والطلبة الرماو والطلبة الله يعز من عزهم ويذل من ذلهم وخا يكون منهم ويدل من دلهم وخا يكون منهم هي عندها سبب اما هو قالك واحد السلطان كان بكري واحد الزمان اسميته عبد المالك وهذاك عبد المالك ولد واحد الولد سماه عبد المره وهذا عبد المره خذا واحد المراه عندها واحد البنت ربيبه ملي كبرت البنت ولهقت عيط على الطلبه قال لهم هاش هذه بغيت ناخذها واش حرام ولا حلال ايوا الطلبه ما عرفوا ما يقولوا وحلو في الفتوى حصلوا حصل زين اليوم يجي وغدا يجي وكل نهار يطلعوا والو واحد النهار ويت لقاهم واحد عبد الرنو هذه على واحد صعيره جات تحت منو قال لهم في الغادين قالوا له غادين على السلطان قال من شي معاكم واش بغيت تدير انت ما راسك خاوي قال لهم انا نمشي معاكم عند عشاء
أنا عرق أوصف أوكا زين أبشى له قو تعشاو بدأوا الكلام تا واحد ما يقدر يقول حرام إوا شاف القاضية وحدث قال لك المسخير زيب جيبي يوح المجمر جاب لي المجمر جبت تعريجة من الصاك سخنها وقرها مزيان تسخنت طنطن عاود قرقبها عاود ضرب تعريجة طلعت إوا ضربات قالوا وياها طلعت وذيك الساعة قال لي اللي كان حاكم عبد الملك راه كان كل شيء سالك مني كان حاكم عبد الملك كان كل شيء سالك كان كل شيء سالك ومن اللي حكم عبد المراق بالسيف البنت تجي على المضرة مني ولا حاكم عبد المراق بالسيف البنت تجي على المضرة بالسيف البنت تجي على المضرة ضرة صافي قال لهم صافي على سلامتكم اعطاهم التخريجة فكهم عبد الرما دخل مع الطلبة ولو ذا الرما يقول لك الرما والطلبة الله يعز من عز من عزهم وذل من ذلهم وخا يكون منهم كيفاش قلت لي زلط؟ زلط في المارك زلط في المارك ها المارك في ثلاثة ماركة زين اما هي كاين زلط حمر زلط الحمر وزلط الكحل وزلط الكحل وزلط المزوق وزلط المزوق الزلاط الحمر كي داير كاين هما بلاتي تنقول لك فيهم الزلاط والناس الزلاط والناس والزلاط العساس والزلاط العساس والزلاط اللي كيشفي فيك الناس والزلاط اللي كيشفي فيك الناس الزلاطه ثلاثه دابا الزلاط الحمر الزلاط الحمر هو اللي كاتب تحسب عساس صباح ما صباح ديك تاع حاجه هذاك هو الزلاط الحمر الحمر بحال لك تشوف حلمة أي بحال لك تهتل حلم أي أزلط لك حل ما كانت حسبتات يا ولاد قعد هو اللي كيشف فيك الناس عاكات قعد هذه تهود أخرى عاكات قعد هذه تهود أخرى هذا أزلط لك حل كيشف فيك الناس وأزلط المزوق أزلط المزوق هو اللي منسك كل خطأ ظهرك الدنيا في لون أنا غنربح أنا غندير أنا غنفعل أنا غندير كل خطأ ظهرك زوقة كتعيش بعدها هاني هذاك أزلط مزوق زلط مزوق زلط مزوق مزيان زوين زلط مزوق لا لا خاطيتين كيفاش هذاك الزعري والعربي اللي كانوا صحاب مات الزعري العربي جي الشلحي عزي فيه قال لي بواك راه خلى لك شي بركه قال لي ما خلى والو قال لي لا راه خلى يا ودي ما خلاش وما يتعالقوا بالهضره قال لي نحل لك بيا بيمين الله ترى بواك خلى لك الاخر كيهضر على واش خلى شي الارض ولا بايم ولا شي طموح قال لي قول انت قول انت اش خلى لي هذا بوك يلا زيد قول قال لي خلى لك حسيفه ولا قطيفه اش هي حسيفه ولا قطيفه جميعا ما خلى لك جواد يبقاو مهلين فيك على وجه بوك انا مخلي لك رعاوين حاسين فيك الحسيه كانوا يخافوا من بواك نهار ميوت بواك يجيو كتايا بردوا في القضي بردوا غاود الحرامي تاع فلان هذا هي كل ميت يخلي لك حسيفة لا بدها يخلي ولا قطيفة القطيفة ومود جواد لا خطينا وخطيكم جواد كيفاش قلت لنا هذيك قليلة الاصل لا بنت الاصل تغزل وتخلخل تغزل وتخلخل اي ما فيهاش تم غزل اللحم وما فيهاش تم غزل اللحم ايه وقليل تلاصل باركه وتزعلل الجغمه فيها سطل الجغمه فيها سطل واللقمه فيها رطل فيها كيلو هادي اللي مصيفطه كيلو قداش اخو ايوا وتكون اللي بغات حنا شادين الهضره من هاد قليل تلاصل ولا الاخرى قليل تلاصل وبنت الاصل ودير الخيط قد الحبل ودير الخيط قد الحبل والعقده قد ركبه الجمل والعقده قد ركبه الجمل وبركيلي غلبت بغل وبركيلي غلبت بغل وقالت لك فيا مسلمين هذا علم مسلمين وكان طالع على حقه جريح الدوار تخرج وكان صحيح هذا مسخوط الله كره هجد دواره كيفاش قلتي لي كان هذاك اللي كان ما كان يا ما كان كان العمى يخيط الكتان كان العمى يخيط الكتان
كان الزحاف ينقز الكيفان. وكان الزحاف ينقز الكيفان. وكانت الحمار البردعة كتان. وكانت البردعة ديال الحمار كتان. والمغاز حلوة. والمنغاز حلوة. والماكلة بوشيار. والماكلة بوشيار. والحمار قال لك ما هي عيشة ما كاين ما يدار. ما كاين ما يدار. نهار ولات البردعة وظيفة ظهروا تهرد. نهار ولات البردعة وظيفة وظهروا قاعد تهرد. وظهروا قاعد تهرد. والمغاز جبوش. والمنغاز جبوش. قال حمد الله. الحمد الله ونشكره. كوك. اللي مرضى بخبزة. يرضى بنصها. اللي شاري الخبزة. اللي شاري الخبزة. ما يعطيك شيء منها. ما يعطيكش منها. مول الخبزة مول الخبزة. قالك مول الخبزة. ما يعطيك شيء من خبزته. ما يعطيش من خبزته. والشاريها يعطيك منها. واللي شاريها يعطيك منها. كيفاش الوليد؟ الراجل هو معمر لباس عليه. ما فين ما قلت لي يقولك ما عندي والو. وذاك اللي عنده عشوية تعال اخويا ناكلوها ترزيق ويحمد الله. مول الخبزة ما يعطيك تريا. ما يعطيك والو ما عندي شيء. والو. والو. واللي عشاريها. اللي شاريها يعطيك منها طريف باش تتق. كيفاش قلت لي الديب غادي يصيد؟ غادي يصيد. جا في الحلوف كيهبش على الغار تاع النمل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اش كدير هنا الحلوف؟ وحنا نعتقوا في الروح. اش تدير اشنو هذا تعتق في الروح؟ قال لي احنا كناكلوا بالنملة باش نعتقوا الجوع. كناكلوا في النمل. النمل. باش نعتقوا الجوع. اي. قال لي اش بغا دير لك النملة؟ شحال خاصك تاكل؟ تاكل ألف نملة وما دير لك والو. والو. ايوا ونموت بالجوع. قال لي الليلة غادي نكرمك. وغير الليلة رزقنا ورزقك على الله. كي غادير ليا؟ قال لي اتبعني. منين نقول كول كرامة كولها. ذيب غادي. زيد؟ حق ذريبة تاع الغنم. ييه. تفضفض من تفضفض من نقزت النعجي الجيدة. هي اللي كانت تنقز الزريبة. العيانة ما تقدش تنقز. القطع. داز كيحاول بينه وبين الحوش بين الزريبة لحدا تولي. دير راسه ما قادش يشد. بعدها من الزريبة. توخر باللورانية جا يجري. شبر فيها من زرع طيحها بعد الدوار القطع طيحها. قال الحلوف زيد تاكل زيد تاكل. الحلوف كيطحن فيها عظام وكل شيء. قال لي شبعتي؟ قال لي عرفتها. قال لي شبعت. قال لي وانت ما كلتي شازيب؟ قال لي انا بغيت عش شنعه ما باغي شبعه. انا بغيت عش شنعه ما باغي شبعه. انا عم يقول ده الزيب هذاك هو الباحي. يا الله. قال لي عاود. زادوا. حالت ولا كيفجر. فجر قريب. بان الضو. بان الضو. زيد. الرامي في واحد في واحد العريا. مكحلته. الزيب ما تشاف شاي مع السحام. داز دغيا. سلت. سلت. او حل الحلوف مسيكي. الحلوف ظاهر تيبان داير قداش. معرقة نعاني. معرقة دايز عم شاور يسحب الدنيا هانية. زيد هذا طرقو. الرامي هو يشوفه. مد فيه. مد فيه ضربه ويهرسه من الفخذ. ضاع عندهم. حلو ما كيديه شي فيه هرس واحد. خاصو جوج هرس ولا. هرب. هرب. جازو ضربه. زيب زاد الواحد طالع. طلع ذاك طالع الواحد شفت. اوووو. وبرك يتسراح. الحلوف عاد يوقف عليه. ها غدرتيني. قلت لك تذيب راه تمربي بالحرام ما يضرك شاي. انا قلت لك لا اكلت الحرام كي يخرج فيا. هذا الحلوف غدرتيني يا ذيب. قال لي لا لا هذا الحرام اللي كلتي الليله مازال ما يخرج فيك. هذا الحرام صيدوا بواك. كنت غادي تضرب تهرس واخا ما تمشيش الليله حق الاجل ديالو. غادي تضرب واخا تكون عراقد. حرام صيدو باك. كنت غادي تضرب. الحرام قال لي عرفتي؟ وقال لي الحرام يمتى كيخرج؟
قال لي على 25 عام على 30 عام عادي يخرج، عادي يخرج، ما يخرجش حتى من ليلته، وما يجي في الولاد وما يجي في البوات، هو يخرج ولا باس. واحد يصيد البلا وواحد يتصرف فيه، واحد يصيد البلا وواحد يتصرف فيه، واحد يحصد الشوك وواحد يدقه، واحد يحصد الشوك وواحد ويلايمو ويلمو، واحد مسكين يدرسو يدرسو، اما تجيب الولد اما تجيب يوطافي يوطافي. كيفاش قلتي لي الوالد داك الفدان؟ واحد الواحد عنده واحد الفدان دار ليه الغبار تاع الغلم، والو مجهدة الغلم زيد ما عطى صابة، ما عطاه والو زيد، حرثو بكري والو، عطاه والو تلاه والو، عطاه والو مازوزي بكري والو والو، قدتها غراد والناس اللي جيرانو تيجي الصيف محلقين صيف صيف تايك صيف جيد اجا بغى يحسد ما صار فيه والو. والله قال لي الفدان تندعيك للمخزن زيد غادي يا سيدي الحق عاد المقدم تاع الدوار الفدان تعرفتيه فلان حدايا مصيف فلان حدايا مصيف وانا ديما داير لي الحاله ما مالو ومالو مشانف معايا ولا شنو اشنو الفدان لا بدا يكون عنده الحكام زيد المقدم الحق تابانو سنانو سير عند الشيخ سير مش عند الشيخ يا عند الشيخ كان ها كان ها كان تاع الشيخ الحق تا هو تابانو سنانو حماق هذا ايه تابانو دراسو الاخرين ايه. سير سير عند القايد سير مش عند القايد مش عند القايد القايد دخلوا الشك قال ما كاينش حاجه اللي خلق الله بلا احكام ولا بدا يكون الحكام. لا بدا لا بدا تكون عندها الحارس ديالها زيد سير عند الحاكم قال لي السلام عليكم قال لي عليكم السلام رد عليه السلام اي زيد ولدي فاش كتجي قال لي واحد الفدان قال لي زعما علاش جيتي اي قال لي واحد الفدان قال لي يا ودي حرستو بكري ما جاب لي والو تليتو ما جاب لي والو يرانو كيصيفو كيجيهم كل خير انا كنضرب على تماره واش عنده شي حكام ولا ما عندوش واش هاد الفدان معاكس معايا ولا شنو اش عنده ماله اش كيقول الحق في هاد الشيء اي زيد قال لي ودي نهاري الحق الحرف حرفين الحرف الاولى وعاود لي الحرف الثانيه وعيط عليا نجي هذاك الشيء اللي كان عيط عليه حرثه عاودو عيط على الحاكم عيط على الحاكم قال لي علم ذوك المطاير بالزوجة علمهم قال لي عمر ذيك القفوة زرع عمرها عمرها تحرفها الحاكم في دو اليمنى في اليسرى واليمنى كيزرع بيها عيط ثلاث عيطات والفدان 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 ثلاث مرات ثلاث مرات زيد كنت يا ودي تجمع راسك مع هذا الراجل راه تمحنتيه وتكون معقول تكون معقول يلا ما كنتي شاي غادي تكون روضة ديال الناس اللي حكموا اللي كياكلوا أموال اليتامى والضعافة وغادا تكون روضة ديالهم ونهار يتحرقوا غادي تحرق تاتا في طريقهم وما تشعل فيهم العافية وانت انت تحرق معاهم ما جاب الفدان على الخير رفد الراجل اللي خصو عمر الخبوات ديالو النوادر النوادر ادرس بلط النوادر ادرس كل شيء دارو لا ودي نسيت ذاك الضابط اللي كان ضبط لي على الفدان نسيته خاصو هو ندي لي حقه الحاكم اي زيد عمر واحد تليس على واحد جمل ده اتبرك الجمل قدام الباب ديال ديك المحكمة دار ديال الحاكم ايه زيد اشتيت هذاك قال لي هذا هو الفدان اللي قلتي له وقلتي له راه جاب لي شي خير كثير من دون دوار راه نهار زمطيه راه قر راه قر زيد ورانا نجلك حقك دوكا غادي ندي الجمل
قال لي خليه تاش ثم خليه متوت ثم وهربت انت وهربت انت شوف على الارض خافت شوف على الارض خافت وحنا عايشين في الظلم الا وخلوا ذاك الجمل تاش فقات اليوم كيقولوا خلي ذاك الجمل بارك خلي ذاك الجمل بارك شوف على الارض مسكينه وتخلعت على الارض خافت تخلعت وما حنا ظلامه وما حنا ظلامه ونسحبوا رؤوسنا ما كنظلموش تظاليم دابا ولا عليم واش نقول لك الله اعلم ما عارفش ما يعلم على الغيبه الا الله كيفاش القضيه ديال هذاك اللي بغى يشد هذيك الرنب ويدير لها قرمه بغى يدير لها مانيره انت شنو المانيره هذاك راه عاد وخا شده كيفاش صابر نبنا جاب واحد البدان واحد دومه ما عرف كيفاش يشدها فبات الدوار قال ما تعطوني الزبده ندورها بالدومه غير نوض ورنب غادا تجيب الزبدة تسلق تطيح نشدوها صافي نديرو عليها الغدا هادي راه موكدة أييه مشا هما جمع وراه مجرب هاد القضية وين جربها هو زلقتها هو بقى هي زلقت لك زيد دور هو ديك الزبدة بديك الدومة جا ونوض ورنب نقصت من الزبدة اللي وزات منعت اش درتي قالوا يا عمي دحو قال لهم ما قويتوش الزبدة اش قال لهم؟ ما قويتوش ليا الزبده الله يرحم الوالدين باغي يدير رحمتهم لا بغا يدير ماشي على الرحمه هو بغا يدير تم بغا يدير مالين السمن وحصول كمل فكرته ما قويتوش الزبده ما قويتوش الزبده هو خاصو يدير منين يخرج قدم لكم برنامج ريحه الدوار بمساهمه مجموعه القرد الفلاحي للمغرب يا الكرم عيد الخبار أنا طياد وبالجار خمريني كيف زار أنا طياد واليوم يوم قادوا ينسحبوا الأنضام أو غدرت بيا اليوم يوم لجان الزمام يرحل من الدنيا قادلو ينسحب الأشعار ربي والطهار يا بأمر دفن العمار وتموت من يحيى الكرمة مذكورة من بكري مشهورة طلق حيب خضورة قاد عجوبات باني ليا يا كونك ملتك ويين أدلق حيف البوطين أو خضرة وخيالك زيين يا كبرتي مرضية أو بزدي على الأشجار بالزيني والقدار بزدي على الأشجار بالزيني والقدار يا بالزول العين اللي بسر سبحان ياسين العطيه يا جيدي جيدي في ملق الوذان يكمل البلد البلد فال وقمر من الرحمن وحدك برانية يا كنتيك العروسة أليس تخلق السوسة يا اليوم عتم قيوس في شعبه مرميه يا اليوم عتي شدراق جنابك في الغبران رشاك مول القدره ما بقات لك سهميه قاد له يا طالب رحال ما بقى فسل املي فالاجل ما بقى نشي طمعيه يوم اللي وفي العمار واليام جاية تغدر القادم الرسمان بيدرك الأولياء يوم العوت يا الصبيان استرح فيك العيان تليو تحتك الرحمن سبحان العالم ما بيا قادلو بعد المكتوب كتاب الرعدة كانت سبب الأمر مو الأغلب ربي يحكم عليا والثانية في النعاذة قالوا لي أبي تغبانت داز الحي اللي مال سبحان زل العطية أمي مع أبي أرحمهم يا ربي
نضرب العربي الخاتم العلبية يا ترحم المسلمين والشيخ جماعين نضرب النبي الأمين يا ربي استجب لي مولودي واش باقي عاقل على عرسك اييه ها شحال هادي باش تجوج لي درك وانا والله هاد 40 عام درك قريبا واش المراك شايفه ولا ما شتي والو خويا ما كانت في راسي انا كاع باش نجوج بهادي كاع تقول قالاش الوالد ممنوع ها والو كيفاش ممنوع لا تجوج انا مور الوالد تا الناس الله يرحمه تجوج انا راسي عما قال المراه ما كانش انا نعرفها ما والو تا جا واحد السيد قال لي يا ودي بغا يتزوجي بعض المرصد زي يودي اللي كانت مزيانة فيها الخير هو يمشي واحد خويا واحد نسيبه اسمه شافوه مشاو خطبوا لا خطبوا عند والديه قالوا ما سيدي الخير اليوم الخير علينا نتشاوروا باش ما كان غنقولوا لكم داروا مشي سيمانة ما نسعش كي حرفتك انا اكثر انت خويا داير واحد الحوينيت في العروبيه جمعاتي من جمعالي زي عبلاد الغابه ديال السماعله ديال السماعله زي الحانوت اش تبيع فيه؟ تنبيع فيه المواد الغذائيه المناضه قريش لا الحلوى بيسكويت قاعد عا وحدي نحط بحال كان شي دوار اسمه تنجي في الوسط نولي بحال الفقيه تيجي كله تيجي بيا الغدا واحد يجي بيا هي هذيك سيدي تا ملي قالوا لنا دوك الناس مرحبا سيدي جيو نعطيكم مشاو تعاودوا انا ما مشيت ما والو قالك ما مزيانش العريس يمشي علاش لازم العريس؟ ممنوع قال لك العريس يمشي في الخطبه ولا حتى في الصغارين ما مشيتش. زي؟ مشاو هما زغرتوا الرسوم. ما عرفتيها كي دايره ما عرفت انا كي دايره واش عندها جوج رجلين واش عوحده واش عوره واش بعينيها. واش كنتي لابس؟ انا؟ لا هذيك الساعه؟ لا لبسوني هذيك الساعه جلابيه. زي؟ وسلهامه. زي؟ وحنا حدايا وعلى الدري ولد اختي. هو اللي دار الحنه. هو الوزير. لا الوزير ديالي. زين وما مش ليش الوزير هو ايوا باش يحنيو لنا بجوج ماشي لا الوزير لا شي ايوا هذيك عاده في الاول دايرين الناس لا كان شي شحط القهوه ولا ايوا لا بدا يشدوا وما حنينا على واحد من اللي جابونا بغا يرجحوا باش توقف الحنة هزني تا السماوه قد شكون هذا اللي واحد الواحد هزني من اللور علاش يقول لك عندنا قاعده هذه في بلادنا أو قدر الله يقطع بوا قاعدة تقتلتيني وتتلعبين خير من خيرة من هذه الحنة كاع كنت أبغى نوض أنا نهرب من نقول لهم أسيدي ما بقيتش أنا محني ما بقيتش عريس كاع ما بقيتش أنا عريس كيفاش هاد العادة عادة أسيدي قال لك تهزوا العريس ويخبطوا فوق ديك الوسادة اللي حاطين له بغا يرجع فوق وهذا صحيح اللي كيهز وتيهز يغفل حتى غفلك أغفلني ولدي هزك من السمطة عزني من طبطة فوق فوق وحضرني أخويا تما تليت عرفت الله فين كاين عرفتي واش طايح واش قاعد وهذه باقا هاد العاده درك وباقي انت يديروها الناس عندنا حنا في السماعله واه في السماعله في السعنيد ايه والله ما تقالي على داروني اي واحد يديروه ايه ولكن شي واحد مسكين مريض وقيل صحه اه الخطر راه واحد على ما ماته والله لا على ما قتلوا واحد ايه هزوك كاك عليه اه هزوا السما ويهوكدوا ايه ولا تضرب مات ولا وشغلهم هما قال لك هالعاده دايرينها من بكري ما نقطعوهاش قلت لهم لا بقيتو تابعين العاده غتمشيو كاع للحبس شي نهار تقتلوا شي واحد ولا جوج وزير ولا اخر كاع يهزوا ويسبقوا بعدين يجربوا عاد في الوزير حتى طرات لا يديروهم بجوج تيسبقوا تيسبقوا العريس هو الاول عاد تيدوزوا عاد يدوزوا للوزير عاد يدوزوا للوزير تيسبقوك ضربوك مع الارض ضربني هذا خي مع الارض نيفك فين سد؟ اين سد انا ما تعرف قلت القبله فين كاينه يا والو هما تيردوا يا راسي على القبله وانت تقول لهم لا القبله هاجي الله ضغط ضغط مية جد ضغط يوم اللي جات اخويا العروسه رايحه قالت نزلها من فوق العوده قلت له بغيت نزلوها نزلوها ما بغيتوش ردوها تمشي الا زعما قالت حتى اللي تنزليها العريس قال ما رضيتيش ما رضيتش انا منين نرضى انا بالشرطه ثاني معرش معرش انا قلت لهم صافي دخلوا نزلوا دخلوا ولا شو واش تديروا نرى والله ما ندخلها وسيدي راك لا احنا من كنتي عنزول ما رضاوش ما رضاش يعني ما ترضاش ما رضاش يعني ما كرضيتي بهذاك اللي يهزك ثلاث سماوات وداروك هذا غفلني غفلني جاني لا ورانيا عملك والله سيدي ما كون شتو والله لا تفيق الماء بصحني اي والله لا اعتقدو لا مالو انا داير معاه يهزني ثلاث سماوات يقتلني قلتي لي شفتي لابس هذيك الساعه سريويل وما كان لا سروال تاع جد في العرس جليلي بها جلابيه وعسلامه
وكاين شي سروال ديال العبون. واه هذاك خنطريس. سميتو؟ خنطريس. خنطريسي. خنطريس. زيد. عندو العبون وداير له الدكة. الدكة ديال الحزمة. أي هذيك الحقبة تنقولوا نحن الحقبة بالفرنساوية. سميتها؟ الحقبة. كتسمى الحقبة بالفرنساوية. الله يهمل الفرنساوية. أسيدي. ولا بغيت جاب الإنجليزية راه شغل غر. بالإنجليزية شنو يقولوا لها؟ بي سي با. سميتها؟ بي سي با. بي سي با. الله أعلم. أسيدي. ديرها حتى اللي بغا يدي. ديرها. قد ديرها اللي بغا يدي حتى. وأنا قلت لك. بي سي با. بي سي با. بالفرنسا بالإنجليزية. الله يعطيك واحد الحبة قد لهم تهارطوا لك منين. زيد العروسة اش كانت لابسة؟ العروسة داري الله على يزار. زيد؟ يوم مغطي الوجه ما تشوفش. مغنبرة. مغنبرة ملي زي خرجوا من دارهم باش لو بغات تغدى ما تعرفش الطريق منين تمشي. كيفاش؟ اش زعما لو تخاصمتي معاه ولا صقتي عطيتي عطيتي. ما تعرف فين تعقل. ما تعرفش الطريق منين جات. منين جات؟ ممنوع. كتجي مغنبرة. مغنبرة ما تعرفش قلت لك الطريق منين جابوه. باش إلا باش لعطيتي معاها باش لعطيتيها شي طرح تاع العصا إيه؟ ما تعرفش فين تصب ما تعرفش فين تعقب انت تعطيه بالراس وهذاك الشيء اللي درتي الثاني هذاك الشيء اللي درت بديتي بالطرح ولا ها برتي في الغدي ديال هذاك اللي زدت للسما للسما وخسرت فينا ريالات هو هو ايوا شنو طرا لك؟ عرفتي راه عطيتهم الفلوس وعاد السياره تاعت البهايم بهيم الصغاري وبعت فيها مع جوج معزات ولا ثلاثه وش يدير لك سيرتي؟ سيرتي وكتي دو مالي ولا ما؟ هاو شحال؟ راس مالي؟ ايه هذيك الساعة شي 15 ميلا المعز بشحال هذا اللي تالي خاسر 15؟ المعزة ديك الساعة دايرة 300-250 معزة؟ معزة ولا حنا بالقرون ولا بلاش؟ والله أعلم كاين اللي بقرونة كاين اللي بلاش اللي بلاش بشحال؟ هذيك ناقصة على هذيك اللي عدا القرون ما كانت هذيك ب 300 تكون هذيك ب 240 ولا 220 القرونه ب 60 ريال ايوه والله مسخيخ وديها مسخنه ومسخ هذه هذا عاود سميده قلت لك الله مسخنه ومسخك هذه دعوه النص توا حنا وقعين توا حد ما يبقى فيه الله يرحمه وكل يدي حقه